C'est bon. Il y a les caméras. Les caméras. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Nabdiwa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ننطلق على بركة الله في هذه النقطة الإعلامية. أحب في البداية نتوجه لكم بالشكر الجزيل على انتظاركم وعلى تواجدكم لمواكبة هذه النقطة ولتغطيه تحركات كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة في البرلمان منذ يوم الجمعة. نحب توا في إطار التطورات ربما تتسائلوا لماذا اليوم تم منع عقد الجلسة العامة، لأنه احنا سبق وصرحنا أن البرلمان اللي رئاسته ما تحترمش القانون ورئاسته تدعم العنف وتدعم الإرهاب، وكيما عملونا في 2011 تغلغلت الجبال بالإرهابيين وقالونا روا يذوبوا في الكوليسترول، توا يحبوا يغلغلوا البرلمان بالS17 وS18 وS ما نعرفش قديش تحت غطاء حماية الحريات وتحت غطاء المرافقين والمساعدين والملحقين والتسميات اللي عن طريقها ولا البرلمان مرتع لقوى العنف والقوى اللي حلتها المحاكم لأنها قوى عنيفة. إذن بالنسبة لنا احنا رئيس البرلمان فقد شرعيته، وبالتالي لا نقبل بأي جلسة يترأسها الغنوشي في انتظار بالطبيعة أنه نرتاحوا من هذا الوضع بسحب الثقة اللي اليوم العريضة على قدم وساق ومختلف الكتل البرلمانية بصدد إمضائها وبشقة تقديمها وتعيين الجلسة كسحب الثقة. إذن هذية نحب نأكدوا أنه ما تصير حتى جلسة برئاسة الغنوشي في انتظار أنه تتحدد جلسة سحب الثقة. تطورات الاعتصام وتطورات تحقيق المطالب، سبق أنه قلنا عملنا جلسة نهار السبت مع مصالح الأمن الرئاسي، اتصلنا بالسيد المدير العام لمؤسسة رئاسة الجمهورية وحفظ أمن رئيس الدولة وشخصيات الرسمية، أرسل لنا وفد من مؤسسة الأمن الرئاسي، حكينا في كل التفاصيل. ولهنا الخطير شنو هو؟ أن هذه المنظومة تعتبر أن السلطة التقديرية في إدخال شخص ما إلى البرلمان بخلاف أنه يكون غشيخشي، لأنهم هذيك هما مربوطين بالقانون لا خيار لهم، غشيخشي معروف اللي فما إجراءات معينة. ما زاد على ذلك يقول لك السلطة التقديرية تعود إلى البرلمان وبطبيعة في يد الحبيب خضر، وهذا خطر كبير على أمن البرلمان وعلى أمن النواب. وأنا شخصيا وكتلة الحزب الدستوري الحر لا نقبل بأن يكون أمننا بين أيدي لحبيب خضر. شنو اللي صار؟ لأنه احنا قدمنا طلباتنا وحكينا على الثغرات وحكينا على الخطة الأمنية وفما تفاعل في هذا الصدد، لكن اليوم تجيني مراسلة ما استفدتهاش حتى توا. المراسلة يبعثها لي حبيب خضر، يقول لي اللي وردت مراسلة من السيدة مديرة الديوان الرئاسي إلينا يستفيد منها أنك وجهت مراسلة للسيد رئيس الجمهورية في طلب إعطاء الإذن قصد منع عماد دغيج من دخول مقر المجلس، وجاء في الرد أنه في صورة صدور منشور تفتيش في شأن المعني فسيقع الإعلام عنه فورا، وفيما عدا ذلك التقدير ليس من مشمولات الأمن الرئاسي. هذه ما فهمتهاش، اللي قال أنه التقدير ماهوش من مشمولات الأمن الرئاسي
لفهمته حبيب خضر، لفهمته الامن الرئاسي. اتصلنا بالسيد المدير العام للامن الرئاسي ولقيناه مشغول، قالوا باش يرجعوا لنا، في انتظار انهم يرجعوا لنا، خلي نفهموا شنو هو موقف الامن الرئاسي في هذا الموضوع. واحنا طلب نتاعنا واضح، اذا تعلق الامر بالمساله الامنيه، امنيه بحته، يعني فما من شيء تفتيش، فما اجراءات حدوديه، فما اجراءات رقابه، فما احكام، فما اي شيء، اي شبهه انه الشخص اللي باش يدخل باش ينجم يهدد الامن داخل البرلمان، والا الشخص اللي باش يدخل هو بطبيعته متجند صباحا مساء ويوم الاحد لسب وشتم وتشويه وتحقير نائب من النواب، هذا لا مجال انه يدخل الى البرلمان، لان البرلمان ساحه يحترم فيها النواب وتحترم فيها اراده الشعب، ولا مجال لادخال الفوضى. لهنا احنا هذا نستناو في هذا الرد، وموقفنا ان السلطه التقديريه في المساله الامنيه تكون بين الامن الرئاسي ووزاره الداخليه فقط لا غير، لا حبيب خضر ولا يصدر لنا فتوى والا يقول لنا شكون يدخل وما يدخلش. ولهنا نحب نبين انه على سبيل الذكر عماد الغيش اللي الناس كل تتذكروا، عملنا محضر تنبيه رئيس المجلس واعطينا المقال واعطينا الاعتداءات وطلبنا منعه من دخول المجلس، ورئاسه المجلس لم تستجب. عملنا جلسه مع الكاتب العام لمجلس نواب الشعب البارح، قدمنا جمله من الطلبات التنظيميه لتحسين الامور داخل المجلس، ومن بينها اصرينا على صدور قرار رسمي بمنع هذا الشخص وحافظ البرهومي اللي قام بالاعتداء زاده، هذا اللي عنده شبهه الارهابيه، وكل من له الاعتداء بالعنف على النواب. اليوم اشعرونا بصفه غير رسميه انه اصدر قرار في منع ضغيش والبرهومي من دخول المجلس مبدئيا، اما مازال ما عندنا حتى شيء يؤكد ذلك، يقولوا انهم قاموا باعلام المصالح الامنيه، لكن مازال ما عندناش تاكيد هذا الامر. كيف اليوم كان عندنا موعد مع السيد وزير الداخليه، الاربعه طلبونا ما عندهمش برشا، قالوا انه جاتوا ظروف طارئه وطالبين تاجيل الموعد، واحنا بالنسبه لينا الموعد مع وزير الداخليه والتداول حول تامين المجلس وخاصه حول موضوع عوده اللي كانوا في بؤر التوتر وعوده الارهابيين وكيفيه تعامل الاداره والدولة وطبعا المؤسسة القضائية في مرحلة أخرى مع العائدين من بؤر التوتر، لأنه اليوم بدأت ترتفع الأصوات، كما عملونا في العفو التشريعي العام، الناس الكل مظلومة وخرجوهم على بعضهم ودخلوهم للوظيفة ومن بعد هزوا سلاح ضد الدولة. اليوم بدأت الأصوات نتاع اللي هذا ضد الحريات وضد الحريات وضد حرية التنقل وزي ظلم وزي اليوم وزارة الداخلية والدولة التونسية لازمها تحدد لنا وتفهمنا، هل الإجراءات هذه هل إني ناجعة وإلا لا؟ هل إني كافية وإلا لا؟ هل إني تعسفية وإلا لا؟ وعلى أنا معطيات الوزارة تعمل هذه التصنيفات، وشنو الإجراءات التي تتبع هذه التصنيفات لحماية الأمن العام وحماية الأمن القومي ودرء مخاطر الخلايا النائمة اللي ترجع لنا من بؤر التوتر وما عندنا عليها حتى معلومة، ما عندنا عليها حتى شيء. كيف عندنا موعد غدوة مع وزيرة العدل، وسبق أنه قدمنا لها الشكاية اللي صار نهار الجمعة، وباش تلحقها الشكايات الأخرى الكل اللي بطبيعة ما تحلتش وإلا متعثرة، وعندنا جلسة مع وزيرة العدل اللي هي باش تحدد أيضا سياسة وزارة العدل ومدى نجاعة التحرك القضائي لردع المخالفين وردع المعتدين وردع الناس اللي ماشي في بالهم أن تونس ماهيش دولة قانون ومش دولة مؤسسات، ويحبوا يجرونا لقانون الغاب، ويحبوا يجرونا للاستفزازات، ويحبوا يجرونا لمربع العنف اللي سانسوا به هما وسانسوا به في 2011 وما بعده، واحنا طبعا ماناش دعاة عنف وماناش ناس رجعوا بالعنف، لكن يلزم القانون ياخذ مجراه لحمايتنا وحمايه الامن العام. هذا الاجتماع باش يصير غدوه. بالنسبه لوزير حقوق الانسان راسلناه وقلنا له ان ائتلاف ما يسمى الكرامه هذايا تنظيم غير مرخص فيه، وهذايا ماهوش لا جمعيه ولا حزب ولا حتى شيء،
هذا الائتلاف حال المقرات منهم مقر هذا معلن في القيروان وقاعدين يحطوا في نمرو تليفون بتاع شخص وقاعدين يدعيوا المواطنين اللي عندهم مشاكل في استخراج الباسبورات والبتروا والبطاقات التعريف يجيوا هاو ائتلاف ما يسمى الكرامة باش يدخل لكم جيبوا معكم وصل الإيداع. إذا كان ولا تنظيم غير مرخص فيه قاعد يتحرك ويوهم في العباد أنه هو ينجم يدخل لهم في قضايا وملفات تهم الأمن ولا أنه باش يستعمل النفوذ والبلطجة وكش الأسلوب متاعهم اللي تعرفوه باش يضغط على وزارة الداخلية ويحرر بعض من تمت مراقبتهم وإقرار مراقبتهم لأنه فما خطر محتمل منهم على إثر علاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية وبعودتهم من بؤر التوتر باش يطلقوا أذرعهم ويعملوا لنا إعادة تأهيل الخلايا النائمة تحت غطاء الحريات والديمقراطية. هذه تلسعنا منها الحكاية في 2011 وتبين أنه من يمارس الإرهاب من بعد لا هو باش يؤمن لا بحرية ولا بديمقراطية وباش يقعد ديما يترصد لضرب أمن الدولة ولضرب أمن المواطنين وهذايا فتح المقرات بدون ترخيص لتنظيم معين هذا يزيد خطير. وعلاش القيروان بالذات ونعرفوا احنا تنظيم أنصار الشريعة ونعرفوا شنية التجربة المريرة اللي عشناها في 2012. إذن فما تحركات مشبوهة اليوم لإعادة تأهيل الإرهاب وهذايا موضوع يلزمه يتحل ويلزمنا نفهموه ووزارة حقوق الإنسان هي المكلفة بمتابعة ومراقبة نشاط كل التنظيمات في البلاد. كيف كيف أرسلنا لرئاسة الحكومة المكتوب اللي قلنا لهم في صورة ما يكون فما ملف في طلب ترخيص لحزب سياسي لما يسمى ائتلاف الكرامة تتحملوا مسؤوليتكم كاملة إذا تعطيوا مثل هذه التراخيص لتنظيم المؤسسين اللي هما يقولوا على روحهم مؤسسين عندهم العنف وعندهم التكفير وعندهم العلاقات مع التنظيمات الإرهابية. وهذه يتسمى إعادة رسكلة لما يسمى روابط حماية الثورة اللي تم حلهم بموجب القضاء ويتسمى توظيف كتلة نيابية لاستغلال نفوذها باش تنجم ترسك لنا العنف والإرهاب. المواضيع هذه الكل مازلنا ماخذين فيها حتى أجوبة واضحة واللي هي هذه من جوهر ومن أهم مطالبنا لأنه هذه الأجندة اللي ريناها في مجلس النواب. كيف كيف قلنا اللي يلزم يتحل تحقيق في علاقة هذه الكتلة المارقة على القانون المبيضة للإرهاب تحت قبة البرلمان علاقتها بذوي الشبهات الإرهابية. علاش أنت بالذات عندك العلاقة مع كل ما هو تنظيمات إرهابية؟ علاش أنت بالذات نهار وطول القضايا الأساسية متاعك هي أنك تدافع على ذوي الشبهات الإرهابية؟ علاش أنت رئيس الكتلة هذه واللي تقدم في نفسك خارج القانون ناطق رسمي لائتلاف غير مرخص فيه أنت محامي الإرهابيين ومرة جايبنا اللي عطاتك 100 مليون وهي قضية بتاع دواعش ولا قضية ما نعرفوش شنية في قطر وجاي تستعمل في نفوذك كنائب وتضارب المصالح مع وجودك كمحامي وتقتلع في التزام من وزير الخارجية باش يدخلك للقضية بتاعك. مرة جايب لنا سيف الدين الرئيس الناطق الرسمي بتاع تنظيم أنصار الشريعة قال لك هذايا نابغة وجاب زمانه ويلزمو يدخل للجامعة التونسية وما خفي كان أعظم. والسيد الأخراني اللي ضحية الأمني اللي كمشى شهيد الإرهاب في قضية الأخرانية بتاع 6 مارس في البحيرة من باب الصدفة يكون حريف رئيس الكتلة هذا. المحامي اللي عنده تعدد الحرفاء اللي كلهم إرهاب لهنا يتجاوز حق الدفاع وحقوق الإنسان والمحامي بكل شيء وتولي شبكة لهنا. وإحنا نعرفوا في إطار القضايا هذا نعرفوا اللي الناس هذوما بتصورهم بسلفياتهم بخروجهم بدخولهم لا عندهمش علاقة بالعمل متاع المحامين ويتجاوزون ذلك لربط العلاقات الشخصية وتبني القضايا والفكر هذايا اللي هو اختار وهذايا يلزمنا ورم اليوم نحقوا فيه ولا نتعلل بالحصانة البرلمانية للتستر على العلاقات مع الإرهاب ولمنح الإرهاب في تونس طوق النجاة خلال المدة النيابية الحالية ونرجع للمربع متاع الاغتيالات والمربع متاع التهديدات ومنسوب العنف لأنه الناس كل تحب تغطي عين الشمس بالغربان وتقول أنه صايرة عركة بين عبير موسي وزيد الزيادي.
وقت اللي العباد تعرف ما هيش صايرة عركة، صايرة عركة بين عبير موسي وأعداء الأمن العام وأعداء الأمن القومي وأعداء السيادة الوطنية، صايرة عركة على سيادة تونس وعلى أمنها واستقرار شعبها. ولهنا بكل لوكس مع شكري التام لوسائل الإعلام اللي قاعدة تغطي في تحركاتنا وتوصل في صوتنا، وتحياتنا لكل الإعلاميين بدون استثناء. لكن فما بعض الحالات نتصور تعرفوها من توما أكثر مني أنا، اللي اليوم أصبحوا يلعبون دور تبييض هذه المنظومة فيما يتعلق بملف الأمن العام والإرهاب. رجاء وقت تبدأ فما مشكلة بتاع أمن قومي، ننساو عبير موسي وننساو الحزب الدستوري ونسلطوا عليها الأضواء باش تتحل، وما تفوهاش وردوها عركة وتقشقيشة وحكاية فارغة وتستاهلوا اللي انتخبتوهم. فما برشا كلام سمعناه الحقيقة ما هوش باهي، وإن شاء الله بالطبيعة الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نجيو للموضوع الأساسي اللي هو سحب الثقة من الغنوشي. نحب نقول لكم اليوم أن العريضة هذه عرضت علينا عن طريق كتلة تحيا تونس. يبدو أن هذه هي العريضة. تذكروا أنتم أنه أحنا في جان في 2020 وقت اللي قدمنا المطلب متاع سحب الثقة، وقتها حررنا مشروع عريضة، ووقتها فما نواب قالوا ليه وعليش انتم تقدموا المشروع وعليش انتم معناها تحبوا كاين المبادرة تصدر عندكم وذي عمل جمال. قلنا لهم حروا عريضة، اعملوا اللي تحبوا، لموا امضاءات واحنا باش نقاونا على ذمتكم باش نكملوا لكم العدد، وراهو لا يزعجونا، نقدموا احنا تقدموا انتوما، نكتبوا احنا تكتبوا انتوما، المهم النتيجه 73 امضاء في مكتب الضبط و109 صوت لازاحه الغنوشي. احنا اليوم مازلنا عند وعدنا، ما دخلناش في طريقه عمل الكتل اللي هي الحمد لله انها اقتنعت اخيرا بضروره ابعاد الغنوشي وشافت الخطر منه على البرلمان وعلى الامن وعلى المسار الحكومي وعلى كل شيء وعلى السياسه الخارجيه. اذا فما اقتناع منهم، قلنا لهم عندنا حتى اشكاليه كان فما عريضه احنا مانيش باش نعترضوا عليها، العريضه هذه ما عندنا عليها حتى اشكاليه اللي هما عملوها، فقط احنا اعطينا امضاءاتنا، حبوا نعلنوا للراي العام ونخليوا مسؤولياتنا، اهوما امضاءات الحزب الدستوري الحر على عريضه سحب الثقه من الغنوشي، هذوما امضاءاتنا، اهوكم 16 امضاء نتاعنا، ومعاهم الامضاء نتاع النائب فيصل التبيني، لانه تتذكروا انه احنا كعملنا الاعتصام نتاع الحسم في رمضان، وقتها بدينا لمينا امضاءات اخرى من خارج الكتله. اليوم احتراما للكتل، الناس اللي امضات معانا في المره الاخرى واليوم الكتل نتاعهم اقتنعت بصفه رسميه انها تسحب الثقه، قلنا من باب اولى يمضيوا مع الكتل نتاعهم وبالتالي ما حطيناهمش في الامضاءات اللي عندنا. وقعد فيصل التبيني، هذه هي بقيه امضاءاتنا احنا يعني ال 16، وامضاء النائب فيصل التبيني اللي اصر وقال انا امضي معاكم على الجدول هذا، لا داعي اني نعاود امضاء جديد، وامضائي بامكانكم استعماله وتحسبوه من ضمن الامضاءات نتاعكم. وعلمناه انه هذا الملف كامل بامضاءاته اوريجينال اليوم موجود بين يدين سي مصطفى بن احمد رئيس كتله تحيا تونس باعتباره عضو في البيان اللي تم اصداره وعضو في المفاوضات اللي قاعدين يعملوا فيها الكتل البرلمانيه الاخرى لسحب الثقه من الغنوشي. احنا عنا احنا كان لموا اكثر وما حبوش يصبوا هذا تنصبوهم كملحق، كان ما لموش احنا هذو بنحطوهم على ذمه تونس. وهذايا الكلام قلناه من جان في 2020 مش باش نقولوه اليوم. احنا توا بالنسبه لموضوع سحب الثقه اخلينا ذمتنا امضاءاتنا موجوده، استعملوها والا ما استعملوهاش ما عندنا حتى اشكاليه، المهم انه النصاب يتوفر وتتصب العريضه بتاع سحب الثقه ونجيو في جلسه التصويت. وال 16 امضاء نتاعنا ان شاء الله ربي ما يزيد علينا كان الخير ونكونوا في صحه جيده، ال 16 امضاء عينينا مغمضه باش يكونوا في الصندوق، والا كيفاش هي باش تصير العمليه بتاع سحب الثقه في التصويت، وباش نعاونوا زاده اللي نقدروا عليه في سحب الهمم وفي اقناع ما يمكننا اقناعه من بقيه النواب لاستكمال ال 109. إذا بالنسبة لعريضة سحب الثقة اللهم اشهد أننا بلغنا وقدمنا كل ما لدينا. احنا توا قاعدين ننتظروا كيف ما قلت لكم يلزم يصير لقائنا مع وزير الداخلية
ونطلب التعجيل في ذلك لأنه طلبناه احنا في طلب عاجل، لقائنا مع وزيرة العدل، التثبت من فك الارتباط بين الأمن الرئاسي وصلاحياته وصلاحيات وزارة الداخلية وصلاحيات الحبيب خضر اللي هو ما عنده حتى علاقة وما نقبله حتى علاقة به وبالتأمين بتاعنا، وطبعا تفاعل وزارة حقوق الإنسان وشنو اللي باش تعمل في موضوع منع النشاط بتاع التنظيم الغير مرخص فيه، ومتابعة ملف سحب الثقة، لأنه احنا نأملوا أنه وقت اللي باش يتلموا 73 إمضاء وباش يتحطوا في مكتب الضبط ينجم ما يقعدوش يستنوا في رحمة الغنوشي باش يتعمل مكتب مجلس، ينجموا ثلث الأعضاء يتلموا ويمضيوا على مكتب مجلس يحطوا فيه نقطة اللي هي تعيين جلسة لسحب الثقة. ونعرفوا أنه الفصل 51 يقول أنه 3 أسابيع على أقصى تقدير باش يقع تعيين الجلسة، ينجموا ما يقول لك احنا مازالونا جمعتين على العطله البرلمانيه ولا يجيو اي تسبيله، احنا ماذا بينا الجلسه تتعين ونعرفوها وقتاش ونبداو تجميع 109 اصوات لازاحه الغمه عن هذا البرلمان. بقيه طلباتنا وبقيه تحركاتنا وبقيه الملفات المفتوحه لدينا واللي بالنسبه لنا احنا مفصليه لفك الاعتصام وللتحرك راهي تو نعلمكم بها من ساعه لاخرى حسب تطور الامور وحسب حل هذه المواضيع. المهم في انتظار ذلك لن نقبل باي جلسه يتراسها الغنوشي، ما فماش جلسات في هذا المجلس برئاسه هذا الشخص، والتعجيل بسحب الثقه منه هي الحل وهو الحل الامثل باش نحلوا مشكله كبيره حلوها من جذورها وننطلق في مرحله جديده. سيتم منع كل جلسه؟ جلسات نتاع الاسبوع هذه حتى جلسه ما تتعمل في غياب تحقيق المطالب وسحب الثقه منه هو. حتى جلسه خاصه بالمحكمه؟ كل جلسه، هو الجلسات الجلسات اللي قاعدين يعملوا فيهم والقوانين اللي يقول لك عطلتونا وعطلتونا، اذا كان المجلس لا يحترم القانون ورينا الخرق الفاضح للفصل 141 وعلينا احنا نحسوا بالخطر على رواحنا من كثر تطبيق الفتاوى، شنو المجلس اللي يخرق القانون لا يحق له ان يصنع القوانين؟ المجلس اللي يدعم الارهاب واللي يجي اليوم يعطي غطاء، البارح وراوني كيفاش حاطين عماد دغيش اسمعوا عندكم ما قالوا لنا مرافق برلماني، البارح قال لك مساعد برلماني، يعني ما فهمتش في شنو يساعد وملفه مش موجود عند الاداره، المهم عاطينه اي غطاء باش يدخل، يعني هذايا مجلس يحب العنف داخله ويحب يتغلغل التعنيف داخله، اذا ما فماش شرعيه. المحكمه الدستوريه اللي يحبوا هما يوهموا العباد انهم هما باش يعملوا لهم انجاز في وسطها مرشح ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين وهو الكاتب العام المؤسس لاتحاد علماء المسلمين اتحاد القرضاوي اللي وريتكم هذا النهار التاسيس نتاعو. اذا الغنوشي قاعد يعمل في سباق ضد الزمن باش يفرض الاخونه ويحب قعدنا ما عملناش محكمه دستوريه ونهارة اللي باش تتعمل باش يحط لنا الاخوانيين باش يأولوا الدستور. وتتذكروا المشاكل بتاع تأويل الدستور، لأنه الدستور أو كيما يردوه لكم دستور انفتاحي ومعتدل، كيما يأولوه لكم في اتجاه أنه دستور يعني فيه حاجات تمس من النموذج المجتمعي. احنا ما عندنا حتى نوايا لتعطيل عمل البرلمان، احنا بالنسبه لينا فما مبادئ معينه ما عليهم كان يستجيبوا لفتح الملفات الحارقه اللي حكينا عليها، مازال عندهم نهار غدوه في ايديهم واحنا موجودين على اثر الاجتماعات اللي باش تصير غدوه وعلى اثر الاتصالات اللي باش تصير وعلى اثر مدى تفاعل النواب وايداع العريضه نتاع 73 نائب لسحب الثقه. لكل حادث حديث نعلمكم بالتطورات. سيدة عبير، يعني في علاقة بجلسة اليوم التي وقع رفضها، مددت بعض المواقف هذه حتى التصريحات أنت بأنه وقع إشعار النيابة العمومية ووقع استدعاء العدل التنفذي، شنو موقفك؟ والله احنا شفنا تصريح للشخص اللي هو محل اليوم الشبهة ومحل تتبعات كان يلزم ومحل تحقيق
في جبهة الانتماء متاعه ودعمه للتنظيمات الإرهابية العنيفة، وبالتالي آخر ناس تحكي على القانون هما الناس هذوكم. احنا مستعدين لكل الإجراءات، مستعدين لكل السيناريوهات. المهم المنعرش الخطير اللي نعيشه فيه اليوم لابد أن يحسن لفائدة الدولة التونسية المدنية الحدثية التقدمية. تونا علموكم بآخر التطورات، لكن لا سبيل للصمت ولا سبيل للقبول بأن يكون مجلس دعم الإرهاب اليوم قائم الذات بيحكي لك على القوانين. القانون اللي مش عاديوه اليوم وحدهم وحدهم كان مبرمج في جلسة سابقة، وكنا موجودين احنا كنواب وقاعدين لاخر العشية، يقوم رئيس الجلسة وحده وحده يقول هذايا باش نأجلوه. لاحترموا نواب قاعدين من الصباح، لاحترمونا نستناو باش نصوتوا عليه، ستة متاع العشية كنا نجمو نعديوه. يعني هما وقت اللي يحبوا قانون ما يعديوهش يجيبوا لك حتى خرق للقوانين انهم يعملوا وما يعديوش. شفتوا القانون نتاع شريط الساحلي اللي ما عدوهش، قال شنو انت حتى صاحب الثقة من الغنوشي، هك حتى تصوير بورقيبة. هما وقت اللي يحبوا عندهم أجندة إنه مش باش يصوتوا، ولا ما عندهمش 109 صوت، ولا أجندتهم ولوبيتهم تقتضي ذلك، يعطلوا. وقت اللي يحبوا يعديو يعديو. إذا هذا المجلس وهذا موجود في العريضة اللي هو باش تتعدى، إنه فما اعتباطية في تعديل القوانين، وإحنا أصلا هذم هالجدول الأعمال اللي قاعدين يعملوا فيه كما يحبوا، هذايا مش قانوني، لأنه ندوة الرؤساء هي اللي مكلفة إنها تقترح مع المكتب الرزنامة وجدول الأعمال وشنية مشاريع القوانين ذات الأولوية. إذا أنت عليت الواهية وعطلتونا وعطلتوا المواطن، والكلام هذايا مش صحيح. هما ناس حكومة هيك موجودة قالك باش ندخلوا في تشكيل حكومة أخرى، زعما اللي يقول لك باش نعمل تشكيل حكومة أخرى، زعما هذايا ماهوش تعطيل في هالشهرين هذوما باش يقعد يعمل في التجاذبات السياسية نتاعو. هذوما ناس يقولون كلمات الحق التي يراد بها باطل، واحنا هذا فاهمين. نتعطلوا جمعة ومن بعد نضمنوا مستقبل ولادنا، مستقبل أجيال ومستقبل تونس في المسار الصحيح، خير من زعما هنا في جلسة عامة وقوانين قاعدة تتعدى. اشترها صدقوني، اشترها له مدروس دراسة تليق بمشاريع، واشترها هي اتفاقيات اللي عديوا فيها من 2018. عادية صبرة عامين جات في جمعة ولا في نهارين، هذايا الكل كلام ماهوش يخلينا نتراجعوا على المطالبة بتطبيق القانون وتصحيح المسار وفتح الملفات ونحطوا النقاط على الحروف ونزيح الغنوشي من رئاسة البرلمان. أي تطورات أخرى وأي مستجدات نعلموكم بها في الإبان إن شاء الله، ويعطيكم الصحة على الحروف.